او لمسه حلوه. وفد الاهلي خليني اقول لحضراتكم طبعا برئاسه كابتن محمود حرس امبارح، ودي كانت حاجه يعني اعتقد محترمه جدا، على زياره مؤسسه مجدي يعقوب للقلب بمحافظه اسوان. وكان في استقباله او في استقبالهم السير مجدي يعقوب، هذا الرجل اللي بجد انا كلنا اعتقد بنكن ليه كل الاحترام. طبعا شخصيه طبعا يعني فريده بجد، شخصيه محترمه جدا وكلنا بنحبه، ربنا يكرمه وربنا يديه الصحه على اللي هو بيعمله، العمل العظيم اللي بيعمله لاطفالنا حقيقي والله. طبعا عايز اقول لكم كان يعني في كانت زياره جميله جدا، وهم اتفرجوا بقى على يعني الدور الكبير اللي بيقوم بيه كابتن كابتن مجدي. وكان طبعا في برضه وفد كبير جدا من النادي الاهلي او من ممثلي النادي الاهلي مع كابتن محمود، واستمع كمان الوفد ليه شرح كان مفصل عن المستشفى ودور المستشفى في علاج مرضى القلب. وكمان في نهايه الزياره خليني اقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب قام باهداء الدكتور او السير مجدي يعقوب درع وعلم النادي تقديرا طبعا على الدور الكبير اللي كانوا بيقوموا بيه. فحاجه محترمه جدا يا كريم. طبعا 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 حاجه جميله جدا، ولسه في تفاصيل كثيره، خلينا نتابع التقرير ده عشان نعرفها اكتر ونرجع نكمل. الحقيقه النهارده يمكن من اللحظات الحلوه جدا اللي انا يعني حسيت بيها وشفتها، اللي بتمس قلوب ناس كتير جدا، مؤسسه دكتور مجدي يعقوب في اسوان. انا يمكن حضرت الافتتاح والنهارده في زياره للمؤسسه. التطور اللي احنا شفناه، الحاله الانسانيه الكبيره جدا جدا اللي موجود عليها كل من يعمل في المؤسسة دي، الحقيقة حاجة مشرفة جدا، حاجة بتساعدنا كلنا. شفنا النهاردة وسمعنا أرقام كبيرة جدا المؤسسة ساهمت فيها لأطفال لسه ما بي ولا بيتكلموا ولا بيعرفوا يمشوا حتى، وكبار جدا في السن. الحقيقة الأمر اللي احنا شايفينه النهاردة أمر بيخلينا نبقى عندنا أمل كبير جدا في مستقبلنا كمصريين وكعرب، إن احنا بالحب وبالانتماء لبلدنا، بالانتماء بإيماننا، لأن دي رسالة إنسانية. أعتقد يعني كلنا هنحقق حاجات كتيرة جدا مع بعض. احنا سعدنا جدا بدوت وتشرفنا جدا النهاردة بوجودنا في مؤسسة لراجل الحقيقة سعدت بلقائه، يعني الدكتور مجدي يعقوب. يشرفنا جدا ويسعدنا بهذه الزيارة، وخصوصا الكابتن الخطيب، لأن دي حاجة جميلة جدا إن يكون في تعاون في خدمة الشعب، ودي حاجة بنعتز بيها جدا. احنا متشكرين جدا على هذا الشعور، وهو شعور متبادر لأن احنا بنحب النادي الأهلي وخدمته للشعب، وإن شاء الله يكون في مودة وخدمة للشعب في المستقبل. كل الاحترام والتقدير والمحبة للدكتور مجدي يعقوب على الـ يعني الإنسانية العظيمة اللي هو فيها. صحيح. الحقيقة كلمة حق لازم تتقال.